طب استاذ مصطفى، ايه الدول مثلا اللي هي تستثمر في الرياضه دي والعامله رانك حلو فيها؟ هي اشهر دول بتصدر الحمام للعالم كله هم بلجيكا وهولندا والمانيا. هي بتصدر ولا تمارس هذه الرياضه؟ لا تمارس طبعا من زمان وهي هي الناجحه جدا في الهوايه دي، لدرجه انها بتصدر الابطال بتوعها اوكي للخارج. ده ميركاتو بقى، بيع وشراء وحاجات. بالظبط، هو جزء من الاقتصاد البلجيكي والهولندي يعني. اوكي، طبعاً زي الخيل زي ما حضرتك قلت فعلا. يعني لسه ما وصلناش للمرحله دي هنا، بس لان الاتحاد كان موقوف من بقاله تقريبا 15 سنه او حاجه زي كده، ما حصلش سباقات غير اللي حصل من 3 شهور تقريبا، ده اول سباق يحصل نظمه الاتحاد. فاحنا لسه بنقوم تاني للموضوع، بنحاول نخلي الناس تعرف هي ايه هوايه الحمام الزاجل. بس